فاضل، احييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير من تحفة ميادين السباقات من ميدان المرموم، حيث تأتي هذه الانطلاقات لسن الحقائق، شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان، مقدمة أجود النوعيات في الأربعة كيلومترات. ننطلق في هذه اللحظات ومع أول أشواط الجعدان، أتقدم مع المراكز الأولى مباشرة إلى الصدارة والمقدم الأسد أحمد بن محمد بن حريب الشامسي، يتقدم على المركز الأول مقدما الأسد في أول الأسماء. المركز الثاني نجد ناصر بن مبارك بن علي الشريفي القادم على المركز الثاني، والمركز الثالث طايب عتيج بن سيف بن عبيد بالكديدة، من يقدم طايب على المركز الثالث، والنقلة للمركز الرابع جلمود سالم بن علي بن سالم الكاسبي القادم على المركز الرابع. نسير ونتابع المركز الخامس، هنا يأتي عديم ناصر بن حمد بن ناصر بالمر العامري القادم على المركز الخامس والسادس. الأسماء عناد أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي القادم على المركز السادس والسابع. مراكزنا الحذر قادم بطيب بن أحمد هنا مقدما الشيخ، متابعا انطلاقات الحذر على المركز السابع والثامن. مراكزنا أمان القادم يقدم عبد الله بن ناصر الهاشمي، ما شاء الله. نتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. وصلنا إلى المركز التاسع والقادم والمتسلل وهاج علي بن راشد بن مبارك المنصوري القادم، وشعار يأتي بالروية مع الزناتي أحمد بن محمد بالروية الخيلي، ما شاء الله. هكذا هي النتيجة، هكذا أول نداء لهذه شعارات. ياهي من أسماء قادمة، ياهي من سلالات متسللة إلى المراكز الأولى، إلى دائرة النداء والإعلام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى القمة، ما شاء الله. نجد اللي غير، نجد اللي خطف هذا الشوط، ولكن طايب 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 على المقدمة، طايب على الصدارة. يقدم طايب عتيج بن سيف بن عبيد بالكديدة، من يتابع طايب على المركز الأول جلمود قادم سالم بن علي بن سالم الكاسبي، وصل والم. أول ندى لشعار لوهيبي ياسر بن سعيد بن مبارك لوهيبي، ما شاء الله. هذا أتى من خلف العشر، 1200 لوحة الإعلان غادرناها في هذه اللحظات. المركز الرابع الأسد لأحمد بن محمد بن خميس بن حريب الشامسي. المركز الخامس هنا يصل عناد لأحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، ما شاء الله. شوف اللي واصل، السنجباسي قادم عيد بن خميس العمري، من يقدم السنجباسي؟ ها هي النوعيات الفريدة وصلت في هذه اللحظات. نتابع الأسماء ولكن أعود إلى الصدارة. والم 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 على المركز الأول، روح يا لوهي بروح. اللحظات الأخيرة، ناموس المرموم غير ناموس تحفة الميادين، غير في حضور هذه الشعارات العملاقة، ما شاء الله. العمري قادم مع السنجباسي عيد بن خميس بن عامر العمري، ما شاء الله. معركة ثنائية ما بين والم، ما بين السنجباسي، ما بين لوهيبي، ما بين العمري. اللحظات الأخيرة، الناموس حاير وطاير في الحالتين، الناموس الى السلطنة، ما شاء الله. السنجباسي، السنجباسي طار، السنجباسي على المركز الاول عيد بن خميس. هنا العمري، من يقدمه؟ من يتابعه في هذا الانطلاق؟ راح العمري، راحت
النوعيات الفريدة ما شاء الله. أول انطلاقات الجعدان الحقايق يذهب إلى السنجباسي إلى عيد بن خميس بن عامر العمري والم على المركز الثاني لياسر بن سعيد بن مبارك لهيبي. المركز الثالث وصل طايب لعتيج بن سيف بالكديد. المركز الرابع وصل عناد لأحمد بن شاهين المزروع. المركز الخامس بيضان لسعيد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو الصراع، هكذا هو التلقي والحضور. وطار السنجباسي. التوقيت الأفضل يتسجل في هذه اللحظات 5:56 بالوفاء، والتمام هو توقيت السنجباسي. تهانينا والناموس لعيد بن خميس بن عامر العمري من قدم في هذا الانطلاق. المركز الثاني 5:57 هو توقيت والم لياسر بن سعيد بن مبارك الوهيبي من قدم والم على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع المركز الثالث وتوقيته الزمني ساعة وصوله إلى خط النهاية وهو طايب. هذا طايب 6:07 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعتيج بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة. تهانينا والناموس للجميع.